48% هي نسبة الزيادة في عدد الأشخاص الذين غادروا هذه السنة عبر المركز الحدودي باب سبتة في اتجاه بلدان الإقامة إلى حدود الآن، نسبة تبرر الاكتظاظ الذي عرفته هذه النقطة الحدودية خلال 3 أيام الأخيرة من هذا الأسبوع. لاحظنا خلال اليومين الأخيرين وقع بعض النوع من الاكتظاظ نتيجة التدبير السلطات الإسبانية على مستوى سبتة المحتلة لعملية العبور، بحيث كان هناك نقص في البواخر التي كانت تربط ما بين ميناء سبتة والجزيرة الخضراء، وبالتالي كان هناك تباطؤ في العملية خلال اليومين الأخيرين. ولكن الحمد لله كما ترون في هذا اليوم استطعنا التغلب على هذا الاكتظاظ. إجراءات سلسة تعرفها عملية عودة أفراد الجالية المغربية عبر المركز الحدودي باب سبتة لبلدان الإقامة، عودة تطبعها أحاسيس فرحة بذكريات عطلة مميزة مع الأهل وحزن بمفارقتهم. هادشي ما كانش شحال هذيك، كنا كنزلوا شد الصف كذا على ما بالي دابا مزيان نتمنوا هادشي يدوم. الحمد لله كلشي مزيان، دوزنا شهر ديال الفاكاسيونيس الحمد لله، وهنايا دابا مزيان عاوتاني. ما سخيناش كاع نمشيو، وبمجرد هيدا غادي ان شاء الله غادي نمشي نوصل وليدات المدرسه وغادي نرجع، لان كاين بزاف د الاشغال ما يدار في البلاد. نعود للعمل وتركنا الاهل والاحباب وكل شيء ودوزنا عطله مزيان وكنا بغينا نجلس واحد شويه مازال، ولكن الوقت ما ساعدتناش، خصنا نمشيو. 15,000 شخص إذن عبروا بشكل يومي خلال 3 أيام الأخيرة من هذا الأسبوع في اتجاه بلدان الإقامة عبر معبر باب سبتة الحدودي، عدد يفسره سرعة وسلاسة الإجراءات والهيكلة الجديدة للمركز الحدودي باب سبتة.